سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى وأرسلت موسى بالتوراة هاديا وابن البتول فعلم الإنجيل وأرسلت ينبوع البيان محمدا فسق الحديث وناول التنزيل اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وأشرف خلقك أجمعين صلاة أحيينا بها يا أرحم الراحمين صلاة تنصر بها إخوتنا الفلسطينيين صلاة تقوينا بها في شهر القرآن شهر الانتصارات شهر النفحات وبالمناسبة أسأل الله العظيم أن يدخل علينا وعليكم هذا الشهر الكريم باليمن واليسر والبركات أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومرحبا بكم في اليوم الثاني من هذه الدورة دورة الوكلاب كيف تحترف العرض التفاعلي باستخدام برنامج الوكلاب مرحبا بكم جميعا اليوم الثاني انطلقنا إذن يوم أمس سنحاول بسرعة أن نلخص ما تناولناه في الأسبوع عفوا في اليوم الماضي لكن قبل ذلك سننشر لكم رابط العرض الآن كي نبدأ مع بعضنا البعض إن شاء الله تعالى أستاذة راضي لو تحولين الرابط في الشات وبالمناسبة أشكر الأستاذة راضية التي تساعدني في تقديم هذه الدورة لكم الرابط إذن موجود نضغط على الرابط نكتب الاسم واللقب أو الاسم كامل الاسم الثلاثي صحيح ثم ندخل في العرض مرحبا بكم جميعا نعم تفضلوا بالدخول نعم أهلا أستاذة فاطمة أستاذ معاوية أحمد حسين مرحبا بك الأستاذة رندا الكيلاني مرحبا بك الأستاذة نعم فاطمة محمود الأستاذ إبراهيم محمد سويسي أهلا وسهلا أين البقية؟ ننتظر دخول البقية ثم ننطلق أستاذ عمر محمد السنوسي وليس السموسي صح؟ مرحبا بك أيضا الأستاذ راضية مؤمن موسى الأستاذ فاطمة سالم علي السريطي نعم أستاذ السلام عليكم عمر محمد السنوسي نعم السنوسي جيد أهلا وسهلا الأستاذ سامي بن محمد العدودي مرحبا بك عبد القادر السنوسي الزين أهلا وسهلا ومرحبا بك أيضا يا أبو علام يبدو لي الإشكال عندك في الإنترنت يا أبو علام يرسل لنا بعض الرسائل بالإنجليزية يبدو لي هذا لم يستطع أن يدخل يبدو عندك إشكال في الإنترنت أستاذ طيب من أيضا من التحق بنا الآن ملهمة مبروك الماحي أهلا وسهلا
فاطمة المناعم، أرجو كتابة الاسم مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط كتابة الاسم فاطمة. إذن فاطمة زهرة يونس، سامي، ملهمة، إبراهيم، عمر، رندا، فاطمة، و إذن العدد 12. صفيف، لا زال هناك من لم يدخل. طيب، على كل حال سيبقى الرابط موجود في الشات، وبإمكان البقية أن يلتحقوا بنا. إذن أرحب بكم جميعا. قبل أن نبدأ، أود أن الذي لم يكن معنا البارحة أن يكتب رقم واحد رجاء. من لم يحضر معنا جلسة البارحة يكتب رقم واحد في الشات، ونغلق المايكات رجاء. من لم يشارك معنا البارحة يكتب لنا رقم واحد. ما شاء الله، يعني نعم. فقط سامي العدودي، الأستاذ سامي العدودي، مرحبا بك. طيب، إذن سنتوكل على بركة الله سبحانه وتعالى. أستاذ سامي العدودي، طالما احنا قدمنا أنفسنا البارحة، سأعطيك 30 ثانية كي تقدم نفسك. تفضل، افتح المايك وقدم نفسك. أستاذ سامي، إذا جاهز أن تقدم نفسك فلتفتح المايك ولتتفضل. المطلوب الاسم ولقب، الدولة، الوظيفة. أستاذ معاوية، أرجو أن تغلق المايك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. شيخ نور، اهلا وسهلا بك وبالاخوه جميعا. مرحبا بك، تفضل. اخوك سامي عيدي من تونس، طالب في ماده الاعلاميه. شكرا. البارحه حاولت ادخل، سبحان الله ما استطعت، عندي مشكل في الانترنت، فاعتذر على، حاولت مرارا وتكرارا، سبحان الله. الحمد لله وفق الله عز وجل واستطعت الدخول مبكرا، الحمد لله. جيت. ما هي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أستاذة خديجة، ما هي انتظاراتك من هذه الدورة أستاذ سامي؟ أنا كنت شاركت معكم أستاذ في الدورة الماضية، يعني في الدورة التعريفية. نعم. انتظاراتي من هذه الدورة برنامج ثم التطبيقات، يعني وربما استعمله في الـ في البروجكت، يعني في الدراسة، في بروجي وهالأشياء، يعني. نعم، لعل الله ييسر ذلك إن شاء الله. إن شاء الله. جيد. إذن هل هناك شخص آخر لم يحضر معنا بالأمس يرفع يده؟ تقريبا الكل كانوا موجودين معنا بالأمس. إذن سنتقدم. ذكرنا بالأمس أو عرفنا بالأمس ببرنامج الوكلاب، وقلنا أنه منصة تفاعلية تشاركية تساعد المدرس أو المدرب أو المحاضر على أن يضفي حيوية على عروضه ويحولها إلى عروض تفاعلية بدل أن تكون صامتة. ذكرنا كذلك لماذا اخترنا الوكلاب، لأنه حقيقة يغنينا عن كثير من البرامج الأخرى، فهو بالإضافة أنه يتعامل مع عديد البرامج فإنه ويأخذ منها، فإنه كذلك يساعدنا على تقديم أو دمج عديد البرامج الأخرى مع بعضها البعض. أعطي مثال، يمكننا من خلالها نضيف فيديو، أن نضع
سؤال في العصف الذهني، عن سؤال من خيارات متعددة، السحابة إلى غيرها. كذلك من ميزات الوكلاب أنه يزيد من تأثير الأداء بنسبة 80%، وهو يحسن القدرة على نقل المعلومات والأفكار. كذلك بإمكانه أن يشد الانتباه ويعيد شد الانتباه للحاضرين. أنتم تعلمون أن المدرب يقدم حصة لمدة 3 ساعات، فالتركيز يقل تدريجيا، فبطريقة الوكلاب الأسئلة وغيرها نعيد التركيز والانتباه من جديد. إضافة إلى أنه يجمع لنا البيانات، بيانات المشاركين. أعطيكم مثال، فهو يغنينا عن الجوجل فورم والمايكروسوفت فورم أيضا. كذلك نستطيع أن نستقر في عرضنا على عرض واحد، بدل أن نفتح نافذات أو نوافذ عدة في الكمبيوتر لنعرضها، فنحن نحتاج فقط للوكلاب، ومن خلاله نعرض كل المادة التي لدينا، سواء كانت PowerPoint، سواء كانت PDF، سواء كانت فيديو، إلى غير ذلك. تحدثنا كذلك عن نوعية الأسئلة التي يمكن أن نضيفها أو نستخدمها من خلال الوكلاب. أرسلت لكم هذه الصورة، لا فائدة من ذكرها الآن لأننا سنعود عليها بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وسنطبق عليها أيضا. وصلنا في النهاية إلى خلاصة لخصنا فيها مميزات الوكلاب. قلنا أنه يمكننا من قياس مستوى الفهم مباشرة، كذلك يقدم لنا دعم متنوع للرسم وإضافة الملاحظات الورقية والصوت والفيديو، يتيح لنا سبورة بيضاء إلى غير ذلك. وهو زيادة على كل ذلك يمكننا من جذب الانتباه بواسطة أنشطة تفاعلية، يقدم لنا تقارير موحدة الإجابات المحصلة في نهاية العرض، كذلك يمكننا من استيراد عروض تقديمية سواء كانت في شكل PDF أو ملفات PowerPoint وغيرها. الهدف من هذه الدورة، ذكرنا أننا نسعى من خلال هذه الدورة أن نكتسب مهارة العرض التفاعلي، وقلنا أن هناك 3 مفاتيح نرجو أن نمتلكها حتى نقدم عروضا احترافية تفاعلية. هذه المفاتيح تتمثل في التواصل اللفظي، تصميم محتوى فعال، التدريب والممارسة، وكذلك بطبيعة الحال بالاعتماد على ووكلاب الذي يتيح لنا ويساعدنا للوصول إلى الهدف المنشود. ذكرنا كذلك عن سعر الدورات، وقلنا بأن الدورة تكلفتها في السوق 385 أورو ل3 ساعات فقط، وذكرنا هذا من أجل أن ندفعكم أن تحرصوا كل الحرص على هذه الدورة وأن تتمكنوا من هذه المهارة. ما لم نقدمه يوم الأمس هو كيفية الاشتراك في الوكلاب. هناك اشتراك فري أي مجاني، يقدم لنا بالنسبة للنشاطات لا محدود، لكن داخل كل نشاط يمكننا فقط من سؤالين اثنين. داخل النشاط الواحد لا يمكننا أن نضيف أكثر من سؤالين اثنين. بالنسبة لعدد الذين يستطيعوا أن يشاركوننا في العرض يصل إلى 1000 شخص. يعني أنا عندي البرنامج وأحول سأقدم العرض، بإمكان 1000 شخص أن يشارك معي في هذا العرض، وهم لا يحتاجون أن يكونوا مشاركين في الوكلاب، يكفي أن أحول لهم الرابط. إذن قلنا نشاطات لا محدودة، كذلك العرض يكون في التوقيت الحقيقي. بالنسبة للعرض المناسب من حيث السعر ومن حيث
الخصائص هو البزك 6.99 سنتي للشهر بطبيعة الحال، إضافة إلى ما ذكرنا آنفا، إضافة إلى ما ذكرنا آنفا، يتيح لنا هذا الاشتراك أسئلة غير محدودة. لاحظوا هنا في المجانية سؤالين فقط، بينما في البازك يتيح لنا أسئلة غير محدودة. إذن عندنا خاصية النشاطات لا محدودة، والأسئلة داخل النشاط الواحد لا محدود، وكذلك يسمح لنا بأن ننزل عروضنا في شكل PDF وشكل XL، بينما هذه الخاصية لا توجد في المجاني، أي أنه اللي عنده حساب مجاني لا يستطيع أن ينزل عرضه بعد ذلك ويحتفظ به في شكل PDF وإلا في شكل XL. ولذلك أدعو كل من هو مقتنع بالبرنامج حقيقة أن يشترك. الاشتراك السنوي هو 100 يورو فاصل 66، 100 يورو فاصل 66، هذا بالنسبة للسنة. فمن هو مقتنع بذلك فليفعل، وأرجو كذلك كل من يعمل اشتراك أن يرسل لي ذلك أو نسخة من الاشتراك، لأنني أريد أن أضغط على أصحاب البرنامج كي يضيفوا إليه اللغة العربية. إذن هذا فيما يخص الاشتراك. رأينا بعد ذلك كيفية الدخول والتسجيل في البرنامج، وقلنا ندخل من لوجين، ثم بعد ذلك ندخل يا إما بالإيميل أو بالوسائط الوسائط الريد سوسيال، الوسائط الاجتماعية، أو كذلك بالحساب الوزاري. ثم ذكرنا أنا مثلا هنا دخلت بالجيميل، يعني بحساب الجيميل، أختار البريد الإلكتروني، أضغط عليه، ثم بعد ذلك أضغط على كونتيني، أي واصل. ثم تعرفنا على واجهة البرنامج، وخلال التعرف على واجهة البرنامج قمنا بإنشاء نشاط جديد، تغيير اسم النشاط، تغيير كلمة السر، مشاركة العمل، إضافة عرض، إعادة ضبط النشاط، وعرض النتائج. هناك بعض النقاط التي لم نقم بها هنا أو مررنا عليها بسرعة، لا سنعود عليها إن شاء الله تعالى بأكثر تفصيل. هذه هي الصفحة الرئيسية. اضغط هنا لإنشاء نشاط جديد، وقمنا بذلك. نكتب هنا اسم النشاط، مباشرة يظهر لنا هنا في الأعلى، ثم بعد ذلك أضغط على Next، أي واصل. ثم بعد ذلك يطلب مني أن أضيف السؤال الأول، أضغط على Next فيحولني إلى خانة أكتب فيها السؤال الأول. كتبت هنا السؤال: كيف هي نفسيتك اليوم؟ هنا مباشرة تظهر لنا أو يظهر لنا السؤال، ثم بعد ذلك أضغط على Next، ثم أكتب الجواب هنا. ممتازة سيدي ماجيك، هنا عندما أضغط عليها تظهر لي أو يظهر لي الجواب الذي كتبته مثل ما هو في الصورة الآن. هنا بإمكاني أن أكتب الإجابة الثانية، وعندما أضغط على سبميت أنظر، اضغط هنا لترى النتيجة. إذا أردت أن أؤكد ما قمت به أضغط على المستطيل الأزرق، أي got it، والنتيجة تظهر لي بهذا الشكل. أنا هنا في هذه الصورة كتبت السؤال: كيف هي نفسيتك اليوم؟ وكتبت إجابة 2 3 4 إجابات. الإجابة الأولى عادية، ممتازة، سيئة، في العلالي. بعد ذلك أكتب I got it، أي خلاص احفظ لي هذا السؤال بإجاباته المتعددة. اليوم إذن سننطلق إن شاء الله تعالى في اليوم
الثاني وسنواصل مع الإعدادات، لكن قبل ذلك سنأخذ سنشاهد التشات، هل هناك بعض الأسئلة الاستفسارات؟ إذا كان فيه سؤال فيما قدمته الآن نأخذه بسرعة ثم نواصل. إذا كان كل شيء واضح إلى حد الآن نكتب رقم 1. جيد، ما شاء الله. إذن سنواصل. أهلا ومرحبا بكم في الحصة الثانية. اليوم سنرى إن شاء الله تعالى أو نتعرف على بقية الخصائص وبقية الإعدادات. عندنا الآن هذه الصفحة، وأرجو من الجميع الآن أن يفتح وكلاب في جهازه، أن يفتح وكلاب في الحاسوب، والأصل أن تكون عندكم هذه الشاشة. دقيقة يا دكتور، أنا ضاع مني بس ثواني. تفضلوا خذوا راحتكم، افتحوا الحواسيب وسأحول لكم الرابط من جديد، هو سهل، وكلاب.com 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 وندخل بالطريقة التي دخلتم بها المرة الماضية، الذي دخل بالفيسبوك يدخل بالفيسبوك، والذي دخل بجيميل يدخل بجيميل، والذي دخل بالإيميل يدخل بالإيميل. الذي تم من أتم فتح الصفحة وهو جاهز فليتحفنا بكلمة تم هذه المرة. شكرا أستاذة فاطمة، شكرا أستاذة فاطمة، إبراهيم السويسي، أنا قلت تم مش جي آل يا أستاذ. إبراهيم السويسي من جديد تم، شكرا. ملهمة كذلك تم. جميل. عبد القادر أحمد تم. مناعي فاطمة تم. يعني عرفنا أن الجي آل تعني تم. مرحبا بالأستاذة أمل، التحقت بنا الآن، وهناك كذلك يبدو أن هناك من التحق بنا أيضا، الأستاذ عبد القادر مرحبا بك. فاطمة سعيد يبدو لي كانت معنا من الأول، الأستاذة خديجة أهلا وسهلا. من أيضا؟ طارق الهادي تم، أهلا وسهلا. والأستاذة رقية مسعود مرحبا بك أيضا. ياريت إعادة سريعة من فضلك، فصل عندي النت. طيب، الإعادة السريعة، الإعادة السريعة، قلنا أول شيء نقوم به أن نفتح البرنامج وكلاب.com. عندما نفتح البرنامج وكلاب.com نضغط على تسجيل اللي هو لوجين وإلا سين أب، اضغط هنا للدخول. بمجرد أنك تضغط للدخول من هنا، عفوا، تغيير اللغة، بإمكاننا نغير اللغة من هنا إنجليزية ولا فرنسية، ثم بعد ذلك ندخل إما بالإيميل أو بإحدى الوسائط هذه، فيسبوك، جيميل، لينكد إن، ولا مايكروسوفت أوفيس، أو من خلال الحساب الوزاري، ثم نواصل. أنا اخترت هنا الجيميل، حساب الجيميل، ظهر لي هنا حسابي الجيميل، فضغطت عليه، بعد ذلك أضغط على كونتيني أي واصل، نيكست،
ثم بعد ذلك نأتي لهذه الواجهة. اضغط هنا لإنشاء نشاط جديد. الآن الأصل في هذه الواجهة لا تظهر للذين أنجزوا نشاطات معنا، هذه تظهر فقط من يدخل لأول مرة. إذن من يدخل لأول مرة يضغط على Create Your First Event، يضغط هنا لإنشاء نشاط جديد. هنا نكتب اسم النشاط دورة الوكلاب، ثم أضغط على Next، ثم بعد ذلك هنا يطلب مني أن أكتب السؤال، أضغط على Next حتى يعطيني الخانة أين أكتب السؤال. يعطيني هنا الخانة، أكتب السؤال كيف هي نفسيتك اليوم، تظهر مباشرة هنا، أضغط على Next وأواصل أتابع. هنا يطلب مني أن أكتب الجواب الأول، كتبت الجواب الأول. إذا ضغطت على المستطيل الأزرق سيظهر لي الإجابة الأولى، ثم بعد ذلك إذا ضغطت هنا أو كتبت إجابة ثانية وبعد ذلك نضغط على المستطيل اللي تحتها ستظهر لي الإجابات كلها هنا مثل الذي ترونه في الصورة. انتهيت الآن من الإجابات، أضغط على I got it المستطيل الأزرق حتى أحفظ العمل. وبهذا الشكل أنهينا الجزء الأول. إذن الآن على بركة الله نبدأ مع الجزء الثاني. ظهرت صفحة بها أوتو، يبدو أنها تطبيق تسجيل ما نفعل بها. ظهرت صفحة بها أوتر، لم أفهم ماذا تقصدين أستاذة فاطمة. الأصل أن تظهر لكم هذه الشاشة بالتحديد. لحظة سأفتح لكم الشاشة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم رابط لون بالكل، أول رابط هبط على الشات هذاك كي ضغطت عليه جت الصفحة هذه فيها دورة احترف فن العرض التفاعلي مع وكلاب، وفيه بطاقة أوتر كبيرة. لا، لأنك أنت هذا من لون بالكل، رغم من لون بالكل من أول ما بدينا. لحظة دقيقة دخلت فقط، دخلت على رابط العرض الأساسي. أيه الأساسي، وفيها أنه الأخ علام بطريعة يستعمل أوتر للتسجيل. لحظة شوية فقط سأفتح فضاء آخر أنا في نيتر. كي تذكروا. طيب الآن احنا فتحنا وكلاب، الأصل فيه أن تظهر لك هذه الشاشة. هي ظهرت الشاشة هذه هي ظهرت سيء الحمد لله. الآن بعد ذلك لحظة شوية أستاذة، تضغط على لوجن هنا. انتبهوا هنا في بعض الأحيان لأنكم تستخدموا في نفس المتصفح فتخرج لكم نافذة تقول لكم هل أنتم تحبوا تواصلوا على الوكلاب المفتوح وإلا تواصلوا أنونيم. يجب أن تضغطوا على أنونيم حتى يفتح لكم صفحة وكلاب جديدة، لأن لو ما تضغطوش على أنونيم راح يدخلكم مباشرة للصفحة اللي مفتوحة اللي هو أنا قاعد نعرض له. فأنتم الآن عمليا موجودين معي في وكلاب. يا دكتور بالإنجليزي إيش أنو نيو بالإنجليزي. لحظة لما نضغط هنا أنا سأدخل بالجيميل. طبعا ما يظهرش عندي لأنه أنا داخل بمتصفح آخر. لا ادخل ماي نيو ايفنت. لا ادخل ماي نيو ايفنت، انت ما احنا عملناها من ايه. انا عندي شاشه انا ارسلتها لك، ما ادري هل طيب ارسلتها على الوكلاب. اظهر عندي نيو كويستشن. لا ما وصلتنيش ال يظهر عندي نيو كويستشن. يظهر عندك نيو كويستشن، انت دخلت الان. طيب التحت تلقى سكيب.
بالمكتوب الأزرق على اليسار. اضغط على سكيب. اضغط على سكيب. سكيب. سكيب نعم. سكيب أين سكيب؟ التحت على اليسار. تحت على اليسار. اللي هو لحظة خلينا أنتم تشوفوا في الشاشة طبعا. ليتر. سكايب الأصل فيه تجده هنا، لاحظ تشوف الصورة عندي؟ نعم موجود عندك سكايب لهنا؟ سكايب لا أنا رجعت عندي ويلكم تو ورك لاب معاوية. طيب أنت دخلت الأصل فيه الآن. نعم أنا داخل. لحظة بالله يا أستاذ خليني نكمل مع الأستاذة فاطمة. جدا أستاذة فاطمة أين وصلت أنت الآن؟ أنا معكم في الصفحة اللي فيها الخيارات. جيد، إذن أنت التحقتي بنا. طيب أستاذ إحنا موجودين في هذه الصفحة، من موجود معنا في هذه الصفحة يكتب رقم واحد. جيد جميل أوكي. سنعرف الآن بهذه الصفحة، ركزوا معي قليلا. أنا أرسلت لكم الشريحة هذه. أنا في الصفحة كلها ضغطت لوغ إن. لوغ إن نعم، في لوغ إن جاتني خيارات اللي هي تكتب الإيميل والباسورد أو يعني أنت أول مرة أستاذي؟ أول مرة لأن أمس كان فصل عندي النت ما استطعت الدخول مرة. طيب إذا شوف لحظة أنا سأعرض لك من جديد. إذا أنت في هذه المرحلة بالتحديد، أنت في هذه صح؟ نعم. اختار نعم. الآن أنت عندك حساب جيميل ولا ما عندك؟ في جيميل. عندك جيميل، اختار الجيميل. نعم، من هون عندي. نعم اضغط على جيميل. اوكي ثم بعد ذلك تظهر لك الصفحة هذه ويظهر لك البريد الإلكتروني تبعك، اضغط عليه. ضغطت على الجيميل ظهر البريد الإلكتروني. طيب اضغط على البريد الإلكتروني الآن حقك. نعم ضغطت على البريد بعدين بصير. تخرج لك الشاشة هذه، اضغط كونتينيو. اضغط هنا واصل. اوكي اوكي بعدها تصل لهذه النافذة الأصل فيه. ظهرت عندك هذه النافذة أم لا؟ بكتب في الباسورد عشان تظهر. تكتب في الباسورد. لسه. طيب نعم. اكتب الباسورد. طيب أنا أستأذنكم لصلاة المغرب. نعم sign in to hookclub.com فيها cancel وcontinue. ممكن نقول continue. طيب حس الآن. نعم دخلت. tell us about yourself. أوكي الآن ممكن نقول له later. الآن عندك تحت كلمة الأصل فيه سكيب أو يظهر لك create your first event. create your first event نعم ماشي اضغط عليها. اضغط عليها ثم بعد ذلك تحت عندك سكيب، انظر هنا فنحب نتجاوز سكيب. اضغط على سكيب على الشمال. نعم ضغط على escape يعني نعم my new event example gallery important questions. طيب مثل هذه. نعم عندك الشاشة هذه. إذا أنت معنا الآن على الشاشة. طيب المطلوب الآن رجاءً، المطلوب
انه التمعن في هذه الصفحة ومعرفة خصائص كل او على الاقل محاولة حفظها. انا اخذ منكم بعض الدقائق فقط، اصلي واعود اليكم ان شاء الله تعالى، نلتقي بعد بعض دقائق ان شاء الله. اوكي. السلام عليكم الإخوة الكرام. لو أحد يشرح لنا، أنا كنت في الصلاة حقيقة ما تابعت معكم التسجيل في الوكلاب والدخول للصفحة، إذا أحد يتطوع يشرح لي إن شاء الله. بارك الله فيك. السلام عليكم أخي. السلام عليكم. وعليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للخطوات التي تريد أن يعني هل تريد أن تقوم بالتسجيل مرة ثانية أم ماذا؟ هل وصلت لهذه؟ ما بدأت معكم شيء. أنا ما بقي ما بديتش معكم. ما دخلت معكم. نعم باقي ما بديتش معكم. باقي ما بديتي. يعني فقط دخلت الملقى معكم في الشات هذا رو. تمشي شفت شو اسمه اخونا الدكتور ابو نور وضع الوكلاب.com، يعني دخلت للموقع فقط. دخلت الموقع فماذا وجدت هناك؟ يجب عليك ان وجدت هذا الوكلاب انتراكتيف برزنتيشن فور ميمو غابل ترينينج.
هذه الصفحة الرئيسية ممكن والله. نعم. الآن اضغط على سينينج أو شنو اللغة اللي ما اللغة التي تتقن؟ الفرنسية أو الإنجليزية؟ مش مشكلة فرنسي. لا بأس الاثنين ما عندي فيه مشكلة إن شاء الله. اضغط على سينينج. أين السينينج؟ وين السينينج؟ المهم أنا ما عنديش لو برونونسياسيون ديال اللونجلي مزيان. سينينج أب أو بيان لوجا. لوجين. يلا السلام عليكم. وين في عليكم نعم. السلام ورحمة الله. السلام عليكم. أهلا. وعليكم السلام. عليكم السلام. طيب من اللي عنده إشكال في لوج إن؟ هذه لوج إن في البداية، هذه الدخول التسجيل. أنا أستاذ أبو نور ما تابعت معكم من الأول، كنت في الصلاة. شكون أخونا سامي؟ طيب سامي بسرعة لأنه لا نستطيع النقل كثيرا في لحظة. شاهد أنا أعرض معكم الشاشة الآن، الصفحة الرئيسية لوج إن أو سين أب. جيد. الزوز يؤدي لنفس الشيء. تأتيك الصفحة هذه، تختار الإيميل، أما أن تدخل بالإيميل وألا تدخل بأحد الوسائط الاجتماعية، فيسبوك، جوجل، لينكد إن ولا مايكروسوفت، فاختار واحدة منها. إذا عندك حساب جيميل أفضل أدخل بجيميل. طيب قولي وين وصلت، إذا دخلت ولا ما زلت. السين ما كيفاش وجدتها ابو النوم؟ وجدت هذه السين اب. نعم ثم اللوج ان هي نفسها، هي لوج ان والا سين اب، واحده منهم اضغط على واحده منهم تحولك لهذه الشاشه. ها هم وين موجودين في الصفحه الرئيسيه، حولك لهذه الشاشه. وصلت لهذا المستوى ام لا؟ أستاذي هل أنت بالحاسوب أم بالهاتف؟ بالهاتف. بالهاتف غير ممكن أخي الكريم، قلت لكم من أول لازم بالحاسوب. بالحاسوب. الحاسوب موجود جنبي إن شاء الله. أنا أنتقل. أنا لأنه نبهتكم وبعثت رجاء أن الله يبارك فيكم أقروا الرسائل التي أرسلها لكم، لأنه حنربح وقت. دكتور نعم. هل في نسختين من هذا البرنامج؟ أنا الآن عندي شاشة قريبة من شاشتكم لكن ما ظهر لبعض طبعا لأنه أستاذي الكريم قلنا هذا بالنسبة للبرنامج الذي دخل لأول مرة، ستكون الشاشة اللي عنده مختلفة على الذي دخل وأنشأ أعمال. نعم. ولذلك نعم. ليست مشكلة الآن. نعم. سنواصل. أخ سامي ممكن تتواصل معي، حاول على كل حال أنك تلتحق بنا إذا ثم إشكال، نحاول إن شاء الله في جيد. وقت الراحة على الأقل أجيب على بعض جيد. الذين لم يستطيعوا أن يوصلوا معنا حتى لا نعطل البقية كثيرا. طيب إذا وصلنا هنا. صحيح. وصلنا لهذه المرحلة. أنا الآن سأفتح معكم لأن سنطبق على المباشر. هذه هي الصفحة. الآن الكل من عنده هذه الصفحة يضغط على هذين السهمين. لما في يوم اكسباند يا دكتور. نعم زي قوسين هما كذا صح، سهمين. أيه. السهمين هو لإخفاء هذه النافذة أو إبراز هذه النافذة. نعم. شنو عندي في هذه النافذة؟ عندي ماي إيفنتس. ماي إيفنتس هي نشاطاتي. نعم. لما نضغط عليها الآن، نضغط على نشاطاتي تخرج لي النشاطات اللي عندي بحكم أنه ظاهرة أصلا
فلا تغير شيء. صحيح. لكن فرضا الآن لو ضغطت على templates library وهذه هي جميلة جدا حقيقة لما نضغط عليها تعطيني خلينا نقول الأسئلة حاضرة جاهزة كأمثلة models، وبإمكاني أن أختار منها يا أما أن أشاهدها وألا أن أضيفها لعرضي. إذا أضغط على preview أشاهدها. أول واحدة؟ أول واحدة. نعم. أول واحدة. نعم. لو أضغط على preview هي كلهم نفس الشيء. لو أضغط على preview أشاهد. أضيفها للعرض تبعي. لكن هذه الخاصية غير متوفرة للحساب المجاني. إذن هنا كل العروض موجودة، أمثلة من العروض، أمثلة من العروض، وهذه تسهل لك عملية كيف أستخدم نوعية هذا السؤال. أرى الدائرة التي استخدمتها في الـ education. نعم موجود كله، هذه كذلك للعصف الذهني موجود، هذه للسحابة إلى غير ذلك. إذن إذا ضغطت الآن على my event يرجعني لنشاطات. نعم. الآن لو ضغطت أنا الآن على import event اللي موجودة قبلها create event، إذا نضغط على الزرقاء ماذا يعطيني؟ هو إنشاء عمل أو نشاط جديد. الكل يضغط على، سأعود إلى الوراء، كلنا نضغط على create event. create event. نعم create event. مش import event، create event. مش import، خلينا في create ما زلنا. نعم. انظروا كل ما أضغط على create event تعطيني عمل جديد هنا. كل ما نضغط عليها تعطيني عمل جديد. عندما أريد أن أمسح أي عمل أضغط على النقاط الثلاث وأنزل للأسفل أجد كلمة delete ولا supprime. delete بالإنجليزي، delete أنا حذفت النشاط. الآن عندنا my new event. yes. خلاص الكل موجود في هذه الصفحة. نعم. أرجو منكم الآن تغيير اسم الإيفنت بسرعة. من يقول لي كيف نغير اسم الإيفنت؟ نضغط على القلم. على القلم ثم نكتب. نعم نضغط على القلم هنا ونكتب اسم النشاط. أين القلم دكتور؟ التربية الإسلامية دكتور. أين القلم؟ أين القلم؟ فوق الطاولة عندك يا أخي. طيب سأعود من جديد يا أستاذي. انظر أمام الاسم my new event الفوق موجود قلم. my new event، أي أمامها موجود قلم صح؟ لا يوجد عندي. لا يوجد عندك أنت يا سيد الكريم. إذا لست في نفس الصفحة. لا في نفس الصفحة. في نفس الصفحة. my new event. yes نعم نعم نعم. yes شايف. yes. أنا تقدمت عليكم فعلا. تقدمت فعلا صحيح. ماشي. إذا نضغط هنا ومباشرة نكتب التربية الإسلامية. كتبت اليوم الثاني من الدورة. جيد ممكن كذلك ونضغط على علامة صح للحفظ. الآن تغير الاسم. صحيح. الآن أريد تغيير الكود. كيف أغير الكود؟ نمشي وين بارتيسيبي؟ نتجه على اليسار. جيد. فمك القلم كذلك. جيد جدا. وفي القلم نضغط على القلم. ومن هنا نمشي. ومن هنا نكتب. رجاء لا يقبل العربية هنا، لابد أن نكتب باللغة الأجنبية. خلينا نقوله مثلا وكلاب
يا دكتور. نعم. رجعنا إلى ماي إيفنت ورجعنا إلى القلم، بس أين ال أين ال الكود؟ انتر ذا كود. نعم الكود على اليمين، الكود مقابل اسم النشاط على اليمين موجود مكتوب قدامه participate at app.wowclub.com وأمامها فيه الكود. إذا أكتب الكود، خليني نسجل وكلاب 2024 مثلا. أنا دكتور، أنا البارح كتبت مارس 2024، اليوم قال لي راهو ما تنجمش، جيتي أوبليجي باش نكتب مارس 25. أي لأنه أنت استخدمتيه بالأمس، لكن بإمكانك أنك تقولي له غيره ويغيره، يعني ياخذ الرقم هناك، لأنه كل رقم، كل عمل يحتاج رقم كود معين. بعد نضغط القلم نمشي وين؟ القلم نغير الكود وخلاص. بالنسبة للكود لا يحتاج أن نعمل حفظ، فيعمل حفظ تلقائي، مجرد أني أضغط على القلم وأغير وأكتب الكود الذي أريد أن أضيفه. ممكن تكون فقط أرقام ووك 2026 وأضغط في الخارج في أي مكان. خلاص واضح الآن؟ طيب الآن سأطلب منكم إضافة سؤال جديد. كيف يمكننا إضافة سؤال جديد؟ نوفيل كيستيون ديجا فما إيكون فيها نيو كويشن. أحسنتي، في الأزرق نيو كويشن. وين دكتور؟ نيو كويشن في الخانة الزرقاء تحت الكود تقريبا على اليمين. أستاذ أبو نور لم يقبل الكود، غيرت عدة مفاتيح لم يقبل الكود. لا ربما أنت تكتبي بالعربي يا أستاذة. لا نكتب بالفرنسي، كل ما نكتب مثلا وكلاب 24 يقول لي ديجا اكزيست، نحيته زدت عاودت واحدة أخرى نفس الشيء. طيب اكتبي ووك فقط 2026. الآن مطلوب من الجميع إضافة سؤال جديد. Yes. السؤال يقول أركان، ما هي أركان الإسلام؟ yeah. سؤال مفتوح. سؤال مفتوح، ما هي أركان الإسلام؟ دكتور لما فتحنا النيو كويستشن جاتنا شاشة فيها فيتشر. جاتكم الشاشة هذه؟ نعم. نضغط على open question، سؤال مفتوح اللي هي هذه. Yes. Open question ونكتب هنا ما هي أركان الإسلام أو كم عدد أركان الإسلام، ونضع علامة الاستفهام. التحت بإمكاني أضيف الجواب الصحيح. أركان الإسلام 5. وين نضيف الإجابة؟ الإجابة تحت correct answers. أيوة. نعمل بلس. أنت هنا لحظة. ما نعم. تعمل بلس. أنت عندك خانة فارغة هنا مكتوب فيها بالرمادي الخفيف provide one or multiple answers، اكتب جواب او عدة اجوبة. يس. هنا نكتب اركان الاسلام 5. طيب يس one minute. بإمكاني أضيف جواب آخر، لكن هنا نكتفي بجواب واحد. بعد ما عملت الجواب لا تنسوا الحفظ في الأسفل.
بعد ذلك وتم سايف. لم أستطع الدخول يا من المباركية. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا؟ لم تنتبه للوقت. أعتذر عن تأخير السيدة أخذتنا أول ولم أنتبه الوقت لم أستطع الدخول. أطلب منها رجاء ولا خليك أنت سأطلب منها الإيميل ونضيفها مباشرة. طيب سيدة بنور نعمل مباشرة حفظ. نعم حفظ مباشرة مش راح نعمل. نعم الحفظ سايف سايف خلاص. انظروا الآن مش عندي النشاط الفوق اسمه التربية الإسلامية وعندي سؤال ما هي أركان الإسلام. أستاذ أبو نور خرج لي إغاغ قال لي عندك إغاغ لوسكو لوسوف غارد أنا نقلت مساج إزاكتوهم دي فوتر كيستيان إغاغ لوسكو لوسوف غارد دي فوتر كيستيان هكا وش بعد لي جيت ندير سوف غارد درت ما هي أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة وعاود درت سوف غارد ما قبليش لسوف غارد. تبارتاجي معانا أستاذة؟ داكور داكور مبارتاج. طيب البقية بإمكاننا أنه نعمله نشاط آخر ونعمله فيه سؤال أو في نفس النشاط هذا نضيف سؤال ثاني لأنه عندنا الحق نعمل سؤال ثاني. إذا مش نعمل سؤال ثاني نعمل سؤال الصحابة. New question. New question نعم. نعم. أضغط على new question وأعمل question الصحابة. الصحابة. نعم. World cloud yes. كلاود نعم كلاود بالإنجليزية كلاود. طيب جيد سوف غاردي خلاص الآن تم الحفظ. ظهري خاف من البرنامج يخاف ملا شوف الكود خاف مني يمكن خاف مني يمكن هذه اكيد ليزون بوزيتيف ليزون نيجاتيف نو شوف الكود طيب. كيفاش نعمل الكود شوف ربما عفوا نبدل اللون يمكن طيب خير ان شاء الله احتمال يكون الانترنت شكرا بارك الله فيك شكرا يمكن يكون الانترنت هو اللي طيب جيد جدا انا اريد الان كل من قام بالعمل أضاف السؤال الثاني يحاول يعمل لنا كابتير ديكرون ويرسله على فضاء الوكلاء. هي عملنا سابع دكتور بال نعمل ثاني ايش؟ احنا انشأنا نشاط جديد اسمه التربية الإسلامية. عملنا فيه السؤال الأول ما هي أركان الإسلام؟ أضفنا لي سؤال السحب. لما ننتهي من هذا نعمل كابتير ديكرون للشاشة. دقيقة دكتور بالعربي أو الإنجليزي. عفوا كابتير ديكرون هي سكرين شوت وأنا بصورها تصوير لأنه سكرين شوت الكمبيوتر جاي. بتاعي ما فيه بإمكانك تصورها تصوير وإلا تكتب حتى في ال كان في الميكرو في الحاسوب كان بات سكرين ما شغالة أدري لكن طيب. مش شغالة خير إن شاء الله تعالى من يستطيع أن يرسل جيد من لا يستطيع أن يرسل ليست إشكالية المهم أنكم تكونوا قمتم بالعمل الآن السؤال الثاني لو سمحت نعم من أنا أرسلتها على الوكلة على الشاشة جيد عفوا ما هو السؤال الثاني؟ السؤال الثاني تختاري أنت أي سؤال سحب تعملي أي سؤال
طيب طيب جيد، سنواصل إن شاء الله تعالى. إذن الآن في هذه الواجهة عندنا شيء ثاني اسمه participant pace. participant participant pace. محذا الفوت ومحذا المساج. وين؟ تحت التربية الإسلامية عندي ثلاثة كلمات. How to participate. أنا بالإنجليزي صح؟ كلنا إنجليزي. How to participate. لما أضغط عليها الآن تعطيني، خلينا نفرق ما بين مسألتين. احنا لما عملنا النشاط هذاك للعرض المباشر، لكن انا اريد ان ارسل اسئلة والاجابة يقوم بها في اوقات مختلفة، يعني ليس الان. ايه ولذلك هذه نشتغلها او نعملها من هذه الخانة ونضغط الان على كرييت. نضغط عليها create. اوكي نضغط على create. نعم ضغطنا الان على create. نعم هنا نفس الشيء، سنغير الاسم لانه هذا اسمه كيستيونير. الاول نشاط، هذا اسمه كيستيونير، هذا اسمه عبارة على امتحان او اختبار او 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 استبيان او استبيان. إذن سنضغط على القلم ونغير الاسم، خلينا نسموه الاستبيان. بعد ما نغير الاسم أضغط على علامة صح، خلاص تغير الاسم. نعمل سيف. أعيد، احنا نريد ان نغير الاسم. تغيير الاسم دائما الضغط على القلم، نكتب الاسم، بعدها نضغط على علامة صح، خلاص انتهى تغيير الاسم. أنا متأخر عنكم جميعاً، فعلاً أستاذ يقول تم أخذ الكود سابقاً. ثاني ثواني مارس تقبل الله. جيد. طيب. هل أنتم معي يا جماعة الخير؟ هل أنتم؟ نعم. هل نعم. الطريقة؟ نعم. نعم. جيد. إذن الآن سنجرب import questions. يعني ما معنى import questions؟ أنا سآتي وأستورد سؤال من أعمال السابقة. أضغط على import questions. عفواً يا أستاذ. نعم. لما غيرنا الاسم نعمله سيف؟ لا، لما تعمل غير الاسم لابد أنك تضغط على علامة صح. ضغطت على صح. بس خلاص. إيه خلاص، إذا ضغطت على صح تتغير الاسم. تمام تغير. ممكن نقوم بها الآن، لكن إحنا ما زلنا ما جبناش، ممكن نقوم بها في نهاية العمل كله. تمام. لما نستورد الأسئلة. إذا import question من هنا للأسف هذه الخاصية غير متوفرة للمجاني. لا انا عندي ابجريد ومكتوب عليها ابجريد ليتر. انه ابجريد ما نعمله ليتر، خلينا نضغط على ليتر. ما يعطي في المجال هذا خاصيه متوفره. نعم، لكن ان شاء الله تعالى نوريها لكم على الحسابي الوزاري. اوكي، اذا هذه الخاصيه غير متوفره الان، سنتركها. نعم. الان أستاذ عبد النور، قبل الاستبيان أنا مرحلة ممكن حرقتكم الكثير من المراحل، أنا احترقت وراءكم يعني.
كيف؟ مرحلة ما قبل الاستبيان هذه الحدث. اي بارتيز لا أتابع من تلك النقطة. طيب إذا سأرجع إلى الوراء. إيفنت عندنا في ال صلى الله عليه وسلم محمد التربية الإسلامية احنا قلنا صح؟ اي انت وصلت معنا لهذه النقطة ولا لا؟ نعم يلا خليها مش مشكلة. طيب بعدين نضغط على participant pace اي هذه ونعمل نضغط على create اي ونكتب هنا نضغط على القلم نغير الاسم نكتب الاستبيان مثلا ثم اضغط على علامة الصح قلنا بالنسبة لهذا اذا انا نحب نعمل استبيان ولا نحب نعمل اسئلة او اختبار او كذا وارسله يا اما بالايميل يا اما ارسل الرابط ولا طلبة يجيبون عنه في الوقت المناسب لهم تذكروا انا ارسلت لكم في المرات الماضية للتسجيل في الدورة ارسلته وعملته بالطريقة هذه فهو يمكن ان يكون في شكل جمع معلومات او استبيانات او الى غير ذلك اذا طيب يا دكتور نعم يا دكتور نظريا ايش بيحصل نحن ما عندنا صح انت قلت لانه ما مجاني ايش نظريا بيحصل نظريا الان امبورت كويشن راح نتركوها بعدين نوريها لكم في الحساب الوزاري هذه انستركشن نفس الشيء سنتركها لكن الان سنكتب السؤال نيو كويشن نضغط على نيو كويشن يرجعني نفس الشيء الى الشاشه الاولى من الشاشه الاولى نختار منها السؤال المناسب الان سناخذ مثلا ملتيبل تشويس Multiple choice. سنكتب السؤال الأول. هل استفدت من الدورة؟ هذا السؤال. التحت الآن. Just one minute. دقيقة دكتور. نعم. سنتابعك. أيوة. هنا في الخانة الأولى كتبت هل استفدت من الدورة أمامها في علامة بإمكاني أضيف صورة إيه؟ لو أضغط هنا يحيني على الكمبيوتر أبحث عن الصورة أضيف مثلا هذه الصورة شيء أضفت الصورة الآن بإمكاني أيضا أن أضيف دقيقة دكتور موسيقية إيه اختار الوصلة الموسيقية ما عندناش وصلات موسيقية يلا المهم انكم تعرفوا الطريقة ليس شرط ان تنزلوا الان لكن المهم انكم تعرفوا الطريقة الان ساكتب الجواب الاول نعم لا ولا الخيار الثاني لا السؤال هل استفدت من الدورة الجواب الأول حطيت نعم الجواب الثاني حطيت لا من علامة المعاء علامة بليس علامة بلاس بإمكاني أضيف خيار آخر لا أدري من علامة المعاء تحت تحتها تحتها موجودة علامة بليس علامة معاء علامة بلس بلاس أي أي يس أضغط عليها تفتح لي خانة أخرى أكتب فيها الخيار الثالث لا أدري
لا أدري مثلا ونوعا ما. الآن كتبت السؤال، كتبت الخيارات الثلاث، انظروا ماذا سيحدث إذا أنا ضغطت على سيف. ماذا يقول لي هنا؟ يقول لا يمكنك حفظ العمل وأنت لم تحدد الجواب الصح. No correct answer فعلا. لابد أن تحدد الجواب الصح، ولذلك سأضغط هنا في أمام الأجوبة هناك خانة أو مربع، عندما أضغط عليه تظهر علامة صح. وين الجواب الصحيح؟ وين أين أين آه يس هنا. نعم صحيح. الصوت لا يبدو واضحا، هناك خرخشة في الصوت. أستاذي ممكن تغلق المايك وتفتحه فقط عندما تريد أن تتكلم، لأنه عندك ضجيج عندك. لا يصلنا الصوت صافي. أستاذي الرجاء دكتور الرجاء من باقي الزملاء إغلاق المايك. شكرا لتفهمكم، رجاء نخلي المايك مغلق في صورة ما تحتاجون للتدخل رفع اليد وسأعطيكم الكلمة إن شاء الله تعالى. طيب إذن أعيد، كتبنا فاطمة تفضلي. أستاذ لو سمحت أرينا كيف أنا نحدد الإجابة، لأني أنا لم تظهر عندي بالنسبة لي. طيب سأعيد. إذن هنا أكتب السؤال، هل استفدت من الدورة؟ هنا أضيف الصورة أو بإمكاني أن ألغيها من هنا، وهنا أضيف الوصلة الموسيقية وبإمكاني أن أستمع إليها من هنا، وبإمكاني أن ألغيها أو أحذفها من هنا. ثم بعد ذلك في الخانة الأولى هنا أكتب الإجابة الأولى، الخانة الثانية أكتب الإجابة الثانية، الخانة الثالثة أكتب الإجابة الثالثة. أريد خانة إضافية، أضغط على بليس وأكتب الجواب. نحب نلغيها، هنا سلة المهملات، مجرد أن أضغط عليها خلاص. الآن أريد أن أحدد الإجابة الصح، هنا أمام الجواب عندي اختيار الصورة، بإمكاني أن أضيف الصورة وبإمكاني أن أضيف الموسيقى. فرضا أعطيكم مثال، هنا بإمكاني أن أختار مثلا وصلة موسيقية متاع تصفيق لأن الجواب صحيح، وهنا لا جواب خاطئ، مثلا وصلة موسيقية تعبر عن الإخفاق. إذن أمامهم هناك مربعات فارغة، مجرد الضغط على المربع تظهر لي علامة صح، ومن هنا أحدد الجواب الصحيح. أنا الآن حددت على أساس الأجوبة الثلاث صحيحة، لكن لو أحذف أضغط مرة ثانية وأترك الإجابة الصحيحة فقط. أريد أن أحذف أحد الإجابات، عندي سلة المهملات أمام كل جواب، أحذفه من هنا. بعد ما قمت بهذه العملية أقوم بعملية سيف. تفضلي راضية. أستاذ أبو النور، هذا النوع من الأسئلة اللي كنت تعمل عليه الآن، كل الإجابات تحدد صحيحة يعني؟ لا مو شرط، أنت تختاري. لا النوع هذا بالذات هل استفدت؟ النوع هذا نعم، أي النوع نعم. هذا بالذات نعم صحيح، صدقتي يعني تشوف في كل الخانات. نعم نحدده بهذا الشكل، و لأنه هذا رأي، لأنه هذا رأي دكتور صحيح؟ لا ما يمكن، ما يسمح أستاذ. لا هذا رأي لكن هذا لابد، طبعا هو هنا إذا أنت تحبي تعملي تحدديهم كلهم لابد أنك تشغلي على اليمين ملتيبل أنسر هنا حتى يقبل. إذا أنت ما تسمح بملتيبل أنسر، ولذلك هنا الخيار من متعدد، الأصل معمول. طبعا السؤال أحنا اللي عملناه
يعني ما هو دقيق كثير، لكن المقصد أو ما نريده أن نتعلم كيف أضيف سؤال. نعم. الآن فرضا أنا أنجزت السؤال لكن أريد أن أعدل فيه. إيديت. أضغط على إيديت يرجعني للسؤال وغير ما أريد تغييره. مثلا أريد أن أحذف الإجابات الصحيحة وأترك إجابة واحدة صحيحة، أو أضيف من هنا جواب آخر، أو يعني أعمل ما أريد. ثم على على اليمين يا دكتور، فعلا الكلام اللي أنت قلته multiple answer وبعدين allow comments، أسمح بي 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 بتعليق إذا تحب هذا سنتي. نعم هذا سنتي، خصائص هذه سنتيها إن شاء الله تعالى. إذن الآن بعد ذلك سيف، خلاص الآن عملنا الاستبيان، حطينا فيه سؤال وسنضيف له سؤال ثاني، new question مرة ثانية. الآن سنأخذ السحابة وسنطرح السؤال التالي، رأيك في الدورة في كلمة؟ وهنا لن أقوم بخيارات، سأترك له المجال أن يكتب بحرية. سيف يا دكتور. نعم. إذا تركت له المجال أن يكتب بحرية، كيف حيتعرف على الإجابة الصحيحة؟ لا، لأنه أنا طلبت منه رأيه هو، فهو حر. نعيد السؤال، هذه سؤال مفتوح. نعم. 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 نعمل سيف على طول، صحيح؟ نعم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت منتظر طويلة الفترة دي، ما كنت عارف إنه رجعت. كيف؟ بعد البريك. موعد البريك. بعد الفاصل. أنا ما كنت عارف إنه رجعت. أنت بعد ما عملت الصلاة يا دكتور، بعد ما صليت هو ما دخل تاني. ما دخل تاني، الله أكبر. على كل حال. أستاذ تواصل معنا الآن، والكل من فاته شيء أنا على ذمتكم إن شاء الله تعالى بحول الله إنه ولو حتى بصفة فردية جاوبكم على النقص اللي موجود، لأنه أنا قاعد تقريبا نكرر في نفس العمل. صحيح. وكل مرة تقريبا نفس العمل، أولا من أجل التثبيت، وثانيا من أجل إنه اللي فاته شيء يستطيع أن يواصل معنا. أستاذة راضية تفضلي. لا، فقط يدي فقط مرفوعة من قبل. طيب أستاذة حبيبة تفضلي. السلام عليكم يا أستاذ أبو النور. وعليكم السلام. أستاذ، بعد ما نسجلوا الإيفنت ونديروا الأسئلة والأجوبة ونخرج، كيفاش نعاود نرجع للإيفنت ونغير فيه إذا ما كان حبيت نغير الأجوبة ولا؟ جيد. لأن أنا مشيت شوية وحبيت، لكن ما فهمش كيف أنا. ماشي، نرجعوا من ماي إيفنت، هاي موجودة عندك لحنا ماي إيفنت، نضغط عليها يخرجوا لي كل الإيفنت اللي أنا عملته. نعم. ونضغط على الإيفنت اللي نحب نعدل فيه، مثلا التربية الإسلامية. التربية الإسلامية ظهرت هنا. لكن انتبهوا، في التربية الإسلامية عملت مسألتين، شغلتين، عملت في الفوت أسئلة، وعملت في البارتيسيبنت بيس أسئلة كذلك. أنا عملت نوعين من الأسئلة، الأسئلة المباشرة والأسئلة الغير مباشرة. الأسئلة المباشرة نجدها في فوت، والأسئلة غير مباشرة نجدها في بارتيسيبنت بيس. شوية أستاذ فقط نتبع، لأنه أنا بعد ما أنا مش نرجع معك أستاذ. الآن أنت في أي صفحة موجودة بالضبط؟ أنا وصلت، دخلت درت أفيشي وخرج لي بالأزرق. نعم، الأجوبة يعني خرجت لي بالأزرق. الآن كيفاه نرجع للقائمة تاع ليزيفان؟ أستاذ أرتاج شاركي معنا الشاشة لو سمحتي. لحظة، المشاركة بحذاء اليد
ثم مربع يسار اليد مربع وفيه سهم صغير. نعم نعم استاذ انا متعود فقط. عفوا استاذ بنور. استاذ عبد القادر سناتيك ان شاء الله، ننهي مع الاستاذه حبيبه ثم نجاوب على الاسئله تبعك. انت ذهبتي للعرض يا استاذه، انت الان نعم. عرضتي فانت تضغطي على كيتي الخروج. نعم كيتي الان تضغطي على الزوز فلاشات اللي مع بعض، الزوز الفلاشات تحت الدبل في فوق على اليسار. نعم اضغطي على الفلاشات. ها هي مي ايفنت ميز ايفنمو، اضغط على ميز ايفنمو. ميز ايفنمو تحت وو كلاب. نعم ها هم انت النشاطات بتاعك الكل موجوده هنا. نعم عندك زوز نشاطات ما غيرت لهمش الاسماء، الاستبيان عملتها اكثر من مره، فاللي عندك الاستبيان موجود اون كور، هذاك هو التقن ماليه انت الاصل فيه. اطلع لفوق شويه اون كور، اضغط عليه هذاك. عفوا شيء. نعم عفوا شيء. جيد كيتي الان. جيد انت الان موجوده هنا فوق، الاستبيان موجود. اضغط الان اوريتم دي بارتيسيبون. اوريتم دي بارتيسيبون تحت الاستبيان، ثم الفوت وثم ميساج وثم اوريتم دي بارتيسيبون تحت العنوان تحت الاستبيان يا استاذة. لحظة أستاذ كي في فوضى في ماشي. تحت أي ها تعالوا أستاذ الاسم النشاط. لا 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 اسم النشاط امشي لي للنشاط، النشاط موجود الفوق على اليسار. اسم النشاط وين موجود القلم؟ استبيان. جاي نعم. انزل تحت الآن عندك فوت. هذايا المقصود به الفوت، مقصود به انه أسئلة تطرح في المباشر. وبعدين عندي اوريتم دي بارتيسيبون اضغط عليها. هذه ما لقيتهاش، مانيش نشوف فيها. حولها بعد المساج. نعم اضغط عليها. اضغطت عليها؟ نعم. انت ما عملتيش معانا الحصة هذه يا استاذة. اضغط على كريي الان. كريي. نعم. وهنا نوفيل كيستيون، سؤال جديد. تاخذي مثلا السؤال الاول كيسيام. نعم. تكتبي اي سؤال، اي حاجه معناها مش اشكال، حتى ولو طلاسم. هذا جديد يعني سؤال جديد. اي سؤال جديد. هذا سؤال جديد باش نرسلوه يجاوب عليه بطريقه غير مباشره، هذا اللي سميناه احنا استبيان والا اختبار والا اي جمع معلومات او اي شيء. اكتب اي شيء يا استاذ. سؤال غير ليس لحظي. نعم اي سؤال. نعم حطي فقط احرف في الكلافيه، اضغطي على الكلافيه خليه يكتب اي شيء. نعم طيب خلاص كافي، امشي الان للخيار اللي تحت الجواب. نعم اكتبي نعم. الخيار الثاني لا، اضغطي على بليس. نعم لا ادري. هذه انزل لا. تحت الان واعملي سيف. نعم هذا نعم هذه المرحلة فقط هذيك تاع الروتور اللي ما مش عارفة. سوغاردي جيد خلاص احنا ما كانش واضح الان ان شاء الله. هذه ريبونس يلزمك، علاش؟ لانه يلزم تحددي الجواب الصحيح. نعم كنت تبعتها فقط، هي كان المشكل تاع الرجوع كيفاش نرجع ونعاود نزيد امام النعم مثلا. اضغطي على المربع الصغير
أمام نعم وإلا لا. طيب شوف قردي هنا يقبل خلاص. أستاذ عبد القادر تفضل. يا أستاذ أبو النور بعد إذنك، هي نقطة نظام فقط وملاحظة معليش، وبعد إذن الجميع يعني الزملاء واحترامي لكل الزملاء، نحن بهذا الشكل راهو قاعدين نمشي ببطء وما فيش تقدم، يعني ما نش حاس إن في تقدم، يعني يذهب بنا الوقت، لأن أنا يعني مع إذا كان واحد معانا متابع ونقطة ما فهمهاش ويبيك ترجع لها ما فيش بأس، لكن واحد يخرج أو ما يحضرش اليوم اللي قبله والأمور كلها الدروس مترتبة على بعضها، فهذا بيخلي التعاود شرح من جديد ويصبح شوية الموضوع مع احترامي لكم، وهذه شيء خاصة يعني فيها من نوع من الملل البسيط يعني، وأنا آسف على هذا. ولكن دكتور أنا أقترح ممكن أنك تسجل الحلقة وكل من فاته الحلقة يقدر يسترجعها ويقدر في البيت بنفسه يتبعها، وكي ننطلق يعني كي نمشي للأمام يعني، ووجهة نظر يعني مع احترامي للكل يعني. جيد الله يبارك فيك، شكرا، ملاحظة في محلها، سنحاول أن نسرع أكثر. على كل حال احنا قاعدين نتقدم، سنحاول أن نسرع أكثر، أرجو أن تأخذ هذه النقطة بعين الاعتبار إن شاء الله تعالى. لكن حقيقة طالما هي أول دورة هذه فلا أريد أن نزعلوا أخواننا، يعني ماشيين على نسير على قدر ضعفائنا، لكن إن شاء الله تعالى سنحاول أن نسرع أكثر إن شاء الله. طيب الأستاذة فاطمة والأستاذة حبيبة رفعين يديكم، نسينهم وإلا عندكم سؤال؟ لا أستاذة ما رفع إيدي، أنا نسيتهم، شكرا أستاذ، شكرا على كثير إن شاء الله. أستاذ فاطمة عندك سؤال؟ أستاذي نعم، أنا حابة أشارك معك الشاشة إذا أمكن أستاذ. اللي فيه إشكال يعني ولا فقط من أجل العرض؟ لا لا، لأني أنا لم أجد لتعيين الإجابات، يعني الإجابة ما قدرتش نحددها باش نسجلها، يلا بسرعة الكارد يخرجني ما تقبلش. يلا بسرعة دقيقة فقط. شكرا. طيب البقية كرياتيف انت، احنا قلنا اذا عندنا التربية الاسلامية، اعيد هذا الامر، خلونا نتعودوا على هالامور هذه. لما نضغط على ماي ايفنت يخرجوا لي كل النشاطات متاعي، لما اضغط على النشاط الذي قمت به يا أستاذة موجودة، إما عندك إشكال في موجودة أمام الرسمة متاع الموسيقى، أضغطي هناك ولا هذا. أنا ما خرجتش مرة الأولى، فقط قلت أنا بدنا نعاود نمسح ونعاود ندخل من ضرر جديد. لا لا، تخرج من الأول وتخرج. فهمت علي يا أستاذة؟ أي خير إن شاء الله تعالى. ندخل لكم من شكرا بارك الله فيك. لا شكرا على وجهك. طيب إذا توليكم سنواصل يا جماعة الخير، تفضلوا. إذا أوعي حتى نرسخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذي أبو النور، نعم. بالنسبة أنا ممكن الآن يعني عربت الشاشة العربية، كنت إخواني اللي راهم عندنا تنقر بيمين الفأرة تطلع لك القائمة، ما قبل تلقى تحت ترادوير بالعربية وأنا عربي. ترادوير من فوق أنت ترجمت هلا؟ نعم الشاشة. جيد الله يبارك فيك، الشاشة كاملة ترجمتها. كيف تحصلت على ذلك بالضبط؟ بالنقر بيمين الفأرة
ماسوري اي تخرج لك قائمه فيها روتور فيها افونسي اكتياليتي. شارك معنا الشاشه حتى يستفيدوا البقيه. انا راني بالحاسوب. بالحاسوب طبعا. اي شارك معنا الشاشه. عندك وين موجود اليد؟ بحذاه المربع وفيه الفلاش الابيض يا دكتور. دكتور نعم نعم موجوده على اليمين فوق الثلاث نقاط على اليمين فوق. ثلاث نقاط. نعم من هنا تضغط عليها. تضغط عليها في حاجه اسمها ترانسليت. في ترانسليت. اي خلاص وجدتها. نعم الله يبارك فيكم. جيد موجوده هنا لمن يريد ان يعرب. لمن يريد ان يعرب يضغط على ثلاث نقاط الفوق. انظر وين موجودين. ثم انزل تحت موجود تردوير هنا. اضغط واختار العربيه من هنا. صحيح فتصبح كلها معربه. والله بارك الله فيكم. الله يفتح عليكم ان شاء الله. اعيد من هنا من ثلاث نقاط ننزل الى تحت حتى نجد تردوير. ترانسليت. نضغط على تردوير واختار من هنا اللغه. واضح ان شاء الله. طيب اذا نواصل ما دام الان غيرنا. ايضا استاذ ابو النور. نعم يعطيك الصح. ايضا الضغط باي مكان فارغ يعطيك نفس اللائحه ويطلع لك انك انت تختار اللغه من ترانسليت اي لغه يعني ناسبك. نعم جيد موجود كذلك هنا تردوير ونراب. صحيح جيد. الله يبارك فيكم. نواصل اذا. طيب احنا قلنا في التربيه الاسلاميه احنا هذا الملف الذي نشتغل عليه الان عندنا الاصوات. لا 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 الترجمه ما هي جيده ولذلك ساعود للفرنسيه او الانجليزيه. الترجمه ما هي ترجمه جوجل هذه. اذا ما هي حل الترجمه. لا لا الترجمه. طيب اذا قلنا بالنسبه للفوت هذه انا الاسئله ساعرضها مباشره وبارتيسيبانت غير مباشره. واضح. الان في هذه النقطه بالتحديد كيف استطيع ان احول او ان اشارك هذه الاسئله؟ لابد ان اضغط على كلمه شير مشاركه. نضغط على شير وبالنسبه share event with its code يعني نشارك بالكلمة السرية أو الكود. نضغط عليه هنا. نعم. أين share يا دكتور؟ share على اليمين تحت الكود. على اليمين طيب. تحت الكود. على اليمين. فوق في الأعلى. بعد save. بعد save yes. save. انت لابد ان تضغط على participant space. لا عملت كله وصلت. وبعدين تحت يعني الكود موجود شير. عندي الاسئله وعندي edit وعندي هذا كل شيء. اخي ركز معي على الشاشه الله يبارك فيك. نعم. الفوق تجد التربيه الاسلاميه. نعم. تحتها ثم ثلاثة كلمات ثم فوت وثم مساج وثم participant base. يلزم تضغط على participant base. participant base yes. وقتها تمشي لليمين في الأعلى تلقى شير. yes. أوكي شير بعدين نفعله هذا الزر. إيه صحيح. خلاص إذا فعلنا هذا الزر الآن نفعل الزر الثاني هنا أمام السؤال شير. لما نكتب على شير تظهر للشاشة من هنا ناخذ الرابط كليك تو كوبي. إذا أخذت الرابط نرسل الرابط للطلبة للتلاميذ لما نريد. الآن سأحول لكم
هذا الرابط في التشات في التشات لو تضغط عليه دقيقة يخرج لكم السؤال هذا اللي أنا عملته في التشات في التشات نعم في التشات حولت لكم السؤال دقيقة دكتور Just one minute. هذا الرابط ننسخه صح على ال... لا لا تضغط عليه مباشرة وتدخل منه. أيوة. استاذ دور. نعم. لما نعمل شير ما طلعش نفس الرابط لما تعمل شير ما طلعش نفس الرابط كيف ما طلعش نفس الرابط يكون فيها ولا يكون فيها الاد كولابريتس او السنت انفايت ايه بالنسبه للاد كولابريتس ايميل ادرس هذا اذا انت هذا الخاصيه مش موجوده في المجاني اذا انت تقدم على الامر هذا مع شخص ثاني اوكي احنا فقط نفعل الاولى هذه اللي هي ويز كود بالكود اوكي انا ضغطت عليها جات ريز يور هيد ذير از نو فوت ان بروجريس ات ذا مومنت لحظه شويه حتى الخاصيه هذه ما هي متوفره في المجال ما هي متوفره دكتور لا لا ما هي متوفره لا صحيح ما هي متوفره في المجال حتى هذه ما هي متوفره ما متوفره ايوه صحيح نعم غير متوفر عندنا بعدها بجنبها عندنا add presentation شفتوها بحشية add presentation دقيقة دكتور بحذا الشير موجود add presentation من هنا أستطيع add presentation من هنا أستطيع أن أضيف عرضكم جهزتوا انا طلبت منكم انكم تعدوا عرض باوربوينت من هنا نستطيع ان اتي به اد برزنتيشن يحولني على الجهاز تبعي لا لا جبت اجابتي اعيد كويس اعيد من هنا add presentation أضغط add presentation يحولني على الحاسوب أبحث عن ملف PDF وإلا PowerPoint إذن أنا سأخذ الآن سأخذ PowerPoint في البداية يحمل الملف انظروا ماذا حدث الآن هنا فتح نافذة جديدة وهو الآن يقوم بتحميل الملف يحتاج بعض الوقت في بعض الأحيان طيب انظروا الآن نزل الملف الآن تحت الملف insert questions أنا أريد أن أضيف الأسئلة هذه النافذة تفسيرية تبين لنا كيف أضيف الأسئلة يمكنكم تشاهدوها انظروا الآن ماذا حدث الملف كامل نازل عندي هنا وبإمكاني أن أضع السؤال في المكان الذي أريد ممكن أضع هذا هنا وممكن أضع هذا هنا طبعا احنا في المجاني ليس لدينا كثير أسئلة
لكن لو في المدفوع ممكن تحضر أنت عديد الأسئلة وتضع. طيب وضعنا الأسئلة في الأماكن المحددة، أقوم بعملية الحفظ سيف. لأقوم بالعرض، أقوم بالعرض بالضغط على ستارت. انظر العرض الآن، ها هو السؤال الذي أضفته، ها السؤال الآخر، وهكذا. إذن احنا الآن أنجزنا أو أعددنا أسئلة وقمنا باستجلاب العرض وقمنا بدمجهم مع بعضهم البعض. واضح الفكرة؟ أنا الآن هنا بإمكاني أضيف سؤال آخر ولأضيف السؤال هذا مثلا، رأيك في الدواء؟ هل ممكن تكبير الشاشة شوية دكتور أستاذ؟ تكبير الشاشة؟ الشاشة صغيرة جدا، الكتابة ما ظاهرة. طيب نعم ممكن هكذا أفضل؟ الصورة بتاعتك الشاشة اللي فيها صورة يعني الشاشتين يعني زي بعض، يعني ممكن تصغير البارتيسيبانت. ما فهمتك والله، الشاشة كبيرة عندي هنا. اوكي. وانا كبرت فيها الآن. إذا أعيد العرض من هنا. هكذا أفضل الآن؟ أوكي تمام. فلما قمت بالعرض الآن، هذه الشريحة الأولى، للخروج من العرض أضغط على إكزيت. لما أضغط على إكزيت يرجعني للصفحة الرئيسية، أين أستطيع أن أعدل في الأسئلة، ثم بعد ذلك بإمكاني أن أضيف الأسئلة من هنا Insert Questions. هذه هي الشرائح وهذه هي الأسئلة التي قمت بإعدادها. أريد أن أضيف هذا السؤال هنا، فرضاً إنه هذا السؤال ما عجبني أو سؤال ما أريد، بإمكاني أن أضغط على سلة المهملات فيحذف هذا السؤال، كذلك يحذف هذا السؤال يحذف، وأضيف هذا السؤال هنا مثلاً وهذا السؤال هنا. كل ما أقوم بتغييرات لابد أن أضغط على حفظ. حفظت العمل، لأن أضغط على ستارت يعود العرض من جديد، وأقدم العرض بالضغط على هذا السهم. طيب خلينا نشوف الشات، هل العملية هذه تم القيام بها أم لا؟ من قام بهذه العملية يكتب لي رقم واحد. جيد، معاوية أحمد، محمود فاطمة جيد. إذن ما قمنا به الآن هو عملية دمج العرض المجهز سابقا ب باوربوينت ولا بي دي اف، ثم إضافة الأسئلة عليه. الآن بإمكاني أضيف عرض آخر، انظروا هنا، ثم هذا العرض الأول، أنا الآن سأضيف عرض ثاني بصيغة البي دي اف وليكن هذا. انظر الآن هو ينزل في العرض الثاني، نزل العرض الثاني جيد. نغلق هذه النوافذ. انظر الآن ماذا عندي، عندي العرض الأول باوربوينت وعندي العرض الثاني بي دي اف. لما أضغط على الـ PDF
وأعمل start. No, هذا الثاني عفوا. إذا من هنا أضغط على علامة التشغيل لماذا لم يتغير اليوم الأول PDF. جيد، هذا هو العرض PDF. جميل، فقط نعمل عملية استحداث start. لا، ما زال العرض الآخر PDF. إذا وضعت الفوق، نعم، لا، هذه الخاصية يبدو أنه في المجانية غير متوفرة كذلك. في المدفوعة بإمكانك تضع كل العروض هنا وتنتقل بين العرض والآخر. إذن الآن نحن سنضطر لإلغاء الباوربوينت من هنا. شلت الباوربوينت. أوكي، هذا البي دي اف. جيد، لحظة على الآسف، نفس ال أنا نفس الملف منزله بي دي اف ومنزله نفس الملف منزله بي دي اف. نعم، المعذرة، هو اشتغل لكن أنا كنت منزل نفس الملف، ولذلك الآن سأغير. Insert question. إذا هذا PDF، هذا الملف PDF. Save. إذا العرض بنفس الطريقة PDF أو PowerPoint نفس الشيء. أعود، ألغي هذا. Add presentation. نضيف presentation اليوم الأول من الدورة. نعم، إذن بهذه الطريقة احنا قمنا بعملية الدمج بين العروض وبين الأسئلة. نمر الآن إلى الإعدادات العامة، لكن قبل ذلك هل هناك سؤال في هذه النقطة بالتحديد كي نمر للإعدادات الآن؟ إذا في سؤال. نعم أستاذ، فرضا لو أني أنا كنت راح أنزل ملف بي دي اف أو وثم أخطأت في التحميل، من نعم. أين أحذفه؟ من هنا، انظري إذا أنا ضغطت على يخرج الاسم في سلة المهملات هنا، انظري مجرد أن نحط الفأرة على الاسم. نعم، الفوق. نعم. على الاسم الفوق يخرج لي الاسم، ومن هنا يا اما تشغيل يا اما حذف. فاضغط على سلة المهملات يحذف مباشرة. شكرا. عفوا يا دكتور. نعم، كانت في خاصية على اليمين اللي هي إخفاء الإجابة الصحيحة. لا هذا أستاذي سنأتيه الآن، الإعدادات أوكي. لم نصل إليها. أوكي، الإعدادات سنقوم بها الآن. طيب الآن نضغط على My Event. My Event، ونضغط على التربية الإسلامية.
أرجو أن الكل يكون متبع معايا. والآن أنا طلعت عندي إشكالية بدخل، لكن أوكي تستمر دكتور. طيب، وبعد عندي الفوق في أقصى في الأعلى في اليمين عندي settings، أضغط على settings. الآن جئنا للإعدادات، أرجو التركيز في هذه النقطة. أنا ضغطت مع events، لكن يعني مربع حوار ما في. لا ما events. أنت أنشأت نشاط ولا ما أنشأت؟ لا أنا ما كنت خارج الغرفة. خارج أنت ما عملت في ولا البريك نشاط. بعد البريك ما عندك ولا نشاط. نعم صح؟ نشاط. نعم. طيب تابع معانا على الواحد، وبعدين إن شاء الله تعالى لأنه يلزمك تكون عندك نشاط حتى تخرج لك السيتينج الإعدادات. طيب نضغط على سيتينجز، تظهر لنا هذه الشاشة. هل الكل عنده نفس الشاشة الآن؟ لم أستوعب عملية الدمج، سنعود لها إن شاء الله تعالى. فاتتني عملية الدمج. فاطمة زهر يونس نعم. طيب سنعود لها إن شاء الله تعالى عملية الدمج. نحن الآن في الاستعدادات، عفوا الإعدادات وليس الاستعدادات. في الإعدادات عندنا هنا Add Presentation، بإمكاني أضيف العرض الذي قمت بإنشائه بصيغة PowerPoint أو PDF. لو أضغط ثم أضغط هنا Add Presentation، أبحث عن العمل، أضيفه، خلاص تمت إضافته هنا. أنا الآن أضفت العرض. خلينا ننزل الآن ونشوف ما هي الإعدادات. Authentication هذه غلطة حتى بالإنجليزية. Authentication هذه لو شغلتها لو فعلتها يظهر معي إيميل لوجين، سوشيال لوجين، وتندونس شيت. ما المقصود بكل هذه الأشياء؟ أنا عندي دورة أو أنا أستاذ لا أريد أن يدخل في هذه الحصة كل من هب ودب، وأريد أن الطلبة يدخلون عن طريق هوية، ما نسميه تثبت من الهوية. ولذلك إذا شغلت هذه الخاصية ثم بعد ذلك شغلت الخاصية الثانية، أي أنه في الدخول للعرض سيطلب، أنتم لما دخلتم عندي في العرض أطلب منكم فقط اسم مستعار، أي اسم. لماذا؟ لأني لم أشغل هذه الخاصية. لو شغلت هذه الخاصية الأولى والثانية لن تدخلوا إلا بعد كتابة الإيميل، واضح؟ إذن لو أنا الآن شغلت هذوما الاثنين، أو خليني نلغي الآن مثلا الإيميل، الآن سيطلب مني الدخول عن طريق الوساطة الاجتماعية، إما الفيسبوك وإلا جوجل ولا غيره. لو أنا ما نشغلش الاوتوتيفيكاسيون هذه، لكن نشغل اللي بعدها participant username، اي انه اي واحد يريد ان يدخل في العمل او في النشاط الذي يقدمه سيطلب منه البرنامج كتابة اسم، لا يطلب منه الايميل ولكن يطلب منه اسم. اعيد الان سأتركهم كلهم غير مشغلة. لو شغلت الأولى يعطيني خيارات، هذه يعني أنه لا يستطيع أن يدخل إلا أن يثبت هويته.
إما أن يثبت هويته بإيميل أو بالوسائط الاجتماعية. إذا أنا لا أريد أن أفعل هذه، لأن أتصور أنا عامل ورشة والورشة مفتوحة، لو أنا نفعل هذوما معناها سيصير مشكل في الدخول، والناس ما عندها صبر كثير، ولذلك أنا سأقتصر فقط على الاسم. عند الدخول يكتب اسم ويدخل، وهذا الذي الإعداد الذي قمت به معكم. بعد ثم خاصية ثانية result visible by default، هذه الإجابات بتاع الأسئلة إذا شغلتها إذا فعلتها تصبح الأسئلة مباشرة أو الجواب الصحيح يظهر مباشرة، ولذلك الأولى أن لا أفعلها. إذا خليتها غير مفعلة بمعنى أنا أقوم يدويا بعملية إظهار الإجابة الصحيحة. الثالثة هذه أن كونفوزت، هذه على أساس أنه عندما يكون الشخص لم يستطع أن يتابع، ففي الشاشة عنده تظهر جسوي بردي ولا أنا ضائع، فعندما يفعلها تظهر عند المدرب أو عند الأستاذ أنه في بعض الطلبة غير قادرين على المتابعة. اللي بعد competition mode، هذه إذا شغلتها إذا فعلتها تعطيني خاصية اختيار الفائزين الأوائل، وبإمكانها تعطيني 3 أو 5 أو 10 أو أكثر، وهذه تصلح عندما نقوم بمسابقات. عندي بعدها more setting، إعدادات إضافية. في الإعدادات الإضافية عندي هنا بإمكاني أن أضيف لوجو، للأسف هذه الخاصية غير مسموحة في المجان. عندي كذلك خاصية أن أغير الألوان التام أو الهوية البصرية، للأسف كذلك غير متاحة في الخاصية أو في النسخة المجانية. عندي هنا الجواب عن طريق الواب أو الجواب عن طريق SMS، يعني عن طريق الهاتف. الخاصية الأولى متاحة، الخاصية الثانية غير متاحة في المجان. هنا بإمكاني أن أضيف هوية البصرية للبرنامج، هذه الخاصية كذلك غير متاحة في النسخة المجانية. بعدين عندي تيم مود، فرضا أنا عندي عندي الطلبة وأريد أن أقسمهم إلى مجموعات وأن يشاركوا في الجواب على الأسئلة من خلال مجموعات، فأفعل هذه الخاصية، وهنا مثلا أكتب فريق ألف أو فريق الأولاد، مثلا فريق الأولاد فريق البنات فريق البنات. ممكن أضيف فريق ثالث مثلا إن شئت. إذا فعلت هذه الخاصية فأعضاء الفريق لا يستطيعون أن يجيبوا كلهم، بمجرد أن يجيب واحد منهم البقية لا يستطيعون إرسال إجاباتهم. لماذا؟ لأن أنا اخترت طريقة الفريق، ولذلك الأصل فيه لما أقسمهم إلى فرق أن يكون جهاز واحد فقط ويعين شخص هو الذي يكتب الإجابة، الفريق يتشاور فيما بينهم ثم
يكلف شخص هو الذي يكتب الإجابة. إذن هذه الخاصية تسمح بالإجابة من خلال الفرق. هذه نفعلها أيضا حتى يكون العرض في الوقت المحدد. فالأصل هذه الخيارات الثلاث أن تكون مفعلة حتى تقوم. في بعض الأحيان لو لاحظتم اليوم الأول يوم أمس أسماءكم أنتم كتبتوا وأرسلتوا الأسماء لكن لم تخرج عندي في الشاشة لأني لم أفعل هذه الخصائص، فهناك ديكلاج أو تأخير في عملية ظهور. حتى أضمن أن عملية ظهور الأسماء تخرج في الوقت أفعل هذه الخصائص الثلاث. بقيت معنا الخاصية هذه وهي من أجل تحديد الوقت لكل سؤال. كم أريد مدة التفكير للإجابة على السؤال؟ كم بإمكاني أن أضع 30 ثانية أو أضع دقيقة أو 40 ثانية؟ لاحظوا كل من غير في الإعدادات إلا وتخرج رسالة بأنه تم حفظ الإعداد الجديد. بقي معي هنا export to XL و export to model XML و send report. الأولى هذه لتنزيل الأسئلة كلها في شكل XL، وهذه في شكل XML، وهذه أن أرسل التقرير بعد ما يقوموا بالأجوبة عن طريق الإيميل بهذا الشكل. جئنا على كل تقرير. نعم أنا ما عنديش خاصية إرسال التقرير. خاصية إرسال التقرير هنا ما تظهرش عندك؟ أين أجدها بالضبط؟ لتحت، لما تنزل لتحت أسفل. غير موجودة في المجاني. غير موجودة. نعم أنا معاكم مجاني هذايا. أنا الآن قاعد نعرض معاكم باستخدام حساب مجاني. موجودة لأنه ما في ريبورت مكتوب على ريبورت. ممكن تبرتجي معي الشاشة أستاذة راضية؟ موجودة لكن no participant report. تفضلي. هي مكتوبة ريبورت فقط يا دكتور. لأنه أنا أشتغل معاكم الآن بالحساب المجاني وليس بالحساب الوزاري. لأن حتى دكتور موجودة يا دكتور موجودة. نعم. ريبورت فقط مش send report. ريبورت فقط. أي مش مشكلة، ممكن يكون في اختلاف لكن ريبورت هي نفسها. صحيح. هاي صحيح. هي نفسها. طيب إذا نواصل. هل في أسئلة في الإعدادات؟ ممكن تكتبوا على الشات إذا في أسئلة أو في شيء غير واضح. أستاذ أبو النور ماذا يقصد ب شفنا تنزيل الأسئلة بشكل إكسل وفي شكل موديل XML، كيفاش تخرج هذا؟ سنطبقه إن شاء الله تعالى. في التطبيق ستتضح هذه الصورة إن شاء الله تعالى. في التطبيق ستظهر هذه كلها. فقط الآن هذه أنا سأحول لكم إن شاء الله تعالى، هذه مترجمها سأحولها لكم هذه الشرائح حتى تعودوا إليها عند الحاجة. تمام. الآن سنذهب للتطبيق، لكن سأفتح الحساب الوزاري الآن كي نطبق كل هذه الخصائص، وبعدين إن شاء الله تعالى سأفسح لكم المجال من أجل أن تطبقوا ما هو مسموح به في النسخة المجانية. واضح؟ طيب الحساب الوزاري. نعم
هتطبق من الأول دكتور صحيح؟ نعم هتطبق من الأول يعني كل اللي أخذناه. هي هي راح أطبق من الأول إن شاء الله تعالى. تمام. طيب راح نفتح الحساب الوزاري. طيب هذا الحساب الوزاري انظروا هذا كل الأعمال التي اشتغلتها في الوكلاء. بداية هنا أريد أن من هنا هل تشاهدون هذه الخانة؟ أوبن فولدر. نعم أوبن فولدر. نعم انظروا عندي أنا هنا عامل فولدر وهذا لترتيب العمل يساعدني في ترتيب العمل وكذلك أختار لها ألوان. هذه من هنا أضيف فولدر أكتب الاسم هنا مثلا تجربة ظاهر على الشاشة. ما في شيء لا ظاهر الشاشة يا أستاذ. أنا طلع صورتك أنت. هل الشاشة موجودة؟ موجودة واضحة الشاشة. نعم واضحة الشاشة. إذا الإنترنت يا أستاذ وإلا أعمل ريفريش. أعمل ريفريش. إذا أنا غيرت اسم الملف ومن هنا عندما أضغط على اللون أغير لون الملف ليكون أخضر مثلا وسوفغاردي وإلا سيف. ها هو الملف. هذا غير موجود في المجاني صح؟ في المجاني موجود. الملفات موجودة في المجاني لكن خلوكم معي الآن ركزوا معي هنا سنأتي إن شاء الله تعالى للتطبيق على الحساب المجاني. إذن هذا قضية الملف كيف أضيف ملف. لمسح الملف نفس الشيء دائما انظروا هنا على أقصى اليمين دائما هناك سلة مهملات فأضغط على السلة وأحذف الملف. الآن ووكلاب الدفعة الأولى هذا الملف لهذه الخاص بهذه الدورة أضغط على أي دورة ووكلاب الدفعة الأولى اليوم الثاني خلاص أريتي أوكي جيت. أنا دخلت الآن هذه الصفحة قمت بإعدادها لليوم الثاني وسنحاول أن نطبق الآن عملية أو الإعدادات. انظروا ماذا سيحدث الآن. أنا شغلت الأوتنتيفيكاسيون بالفرنسي أوتنتيفيكاسيون بالإنجليزي. أنا شغلتها الآن. الآن يا سادة يا كرام سأقوم بالعرض وأحول لكم الآن الرابط ماشي وأعمل ريفريش وسترون ماذا سيحدث. إذا أحول لكم الرابط. أبعتنا في الفضاء أستاذ إذا نعم في الفضاء. نعم في الفضاء سأرسل لكم في الفضاء كلي أو في الدردشة هنا أي في الدردشة. نعم أرسلت لكم الرابط. اضغطوا على الرابط الآن وبإمكانكم أن تفتحوه في أنونيم إذا يطلب منكم إنكم وصلكم الرابط صح؟ وصلنا. نعم طيب نفتح الرابط. أنا كذلك سأفتح الرابط معكم. نحن معك. طيب أنا سأدخل بجيميل هل هناك من دخل الآن؟
نعم أنا دخلت. هل طلب منك شيء في البداية؟ لا ولا شيء. شيء أنا كذلك دخلت ولم يطلب مني أي شيء. طيب عارفين ليش؟ ألغيت أنت الإعدادات. لا مش ألغيت الإعدادات، لأنكم أنتم أصلاً داخلين في الفضاء عندي، ولذلك الآن ما ستقومون به الآن ستغلقون كل الصفحات لفاو كلاب. سنغلق كل الصفحات المفتوحة لفاو كلاب. تسجيل خروج أو إغلاق فقط؟ يا أما خروج يا أما إغلاق الصفحة، لأن سنفتح الصفحة من جديد. يلا. مستدو. عندما أغلقت كل النوافذ الخاصة بالوكلة أبعث لي مساج. شنية المساج اللي بعثها لك؟ لما تدخل الآن تضغط على الرابط. إيه؟ أعطاني ثلاثة، أعطاني عرض الحضور، أعطاني دورة اثنين جور على شكل باوربوينت، وأعطاني كتابة من فوق بريزونطاسيون كاتب لي كيما هكا. إيه العروض يعني. طيب بارتاجي معنا الشاشة راضية. حسنا. برزنتيشنز مكتوب فيها عرض الحضور دورات تو يور كده بي بي تي بي بي تي وهكذا في ثلاثة مربعات حوار. الشاشة ما عم ترضى تشارك معي. أستاذ هل يمكنني أن بارتاجي يا أستاذ ضو؟ طيب أنت أو الأستاذة راضية واحدة منكم بارتاجي. نعم اختياري اسم مستعار عرض النتائج رايت يور صوت. اعتقد انه شاشتي هي المعروضة الان صح؟ طيب جيد اكتب اسمك الحقيقي ثم ارسل. اكتب اسمك الحقيقي ثم ارسل. لحظة شوي. لا الاصل فيه ليس هذا لازم يخرج عندكم. ما يرسل. ايوه لا ليست هذه. لحظة شوية. إذا ألغي المشاركة. ألغي المشاركة. لا خليك خليك خليك. كوبي. نعم ظهر الإعلان. أنا طلب الإيميل أستاذ أبو نور. نعم يلزم يطلب الإيميل. اللي ما طلبش الايميل معناه هو الان مازال مفتوح على وكلاب لانه قاعد يستخدم، لانه هذا نفس العرض. ولذلك نعم. استاذه فاطمه سعيد هل بامكانك انك تبارتاج معنا الكرون؟ بارتاج معنا الشاشه. استاذه ماني كنت نهضه. الاستاذه فاطمه نو فاطمه شكون اللي فاطمة سعيد اللي منها الإيميل. الأستاذة فاطمة سعيد. البقية رجاء أن تخرجوا، لا بد من إغلاق صفحات الوكلاب الموجودة أو تقوموا بعملية ديكونكتي. دكتور أغلقت الليباج متاعي مي نبا دي موندي الإيميل متاعي مفيد. ما طلبش الإيميل. شي يا أستاذ أبو النور أغلقت كل شيء ونفس الشيء عاود يجيني لاباج تاعك أنت تاع مازال مفتوح لأنه عمل نوع من الحفظ كلي. طيب لحظة لحظة خلاص يا دكتور أنا عندي هذه الشاشة اللي أرسلتها لك. نعم أنا عندي هذه الشاشة اللي أرسلتها لك. لحظة لحظة أنا الآن سأقوم من عندي من هنا بالتغيير. لحظة في هذه الحالة انظروا ماذا سأفعل أنا. خليني بارتاج معكم الشاشة حتى تشاهدون لأن هذا فيه كذلك نعم هذا هو المطلوب. هذا نعم. هو المطلوب الذي يخرج بالضبط. جيد فهذا لأني أنا فعلت لكن البقية لماذا لم يخرج؟ من الهاتف
لا لا ماهيش قضية أي، إذا تدخلوا من الهاتف ستخرج لكم هذه، لأنه أنتم لكن أنا لحظة فقط لحظة فقط. إذن هذا الوكلة، انظروا ماذا سأفعل بالنسبة لي أنا من هنا، سأغير الكود وبهذا الشكل ستضطروا إنكم تدخلوا من جديد لكلكم 2000. خلاص أنا غيرت الكود الآن، لما أعرض الآن أبش نحول لكم الرابط. أستاذ نعم أغلقت أطلب مني الكود. أيوة لا. الآن لما نحول لكم الرابط من جديد كولي لا الآن الرابط الجديد، نضغط على الرابط الجديد. دكتورنا العزيز أنا عندي نفس الصفحة اللي فيها اوثنتيكيشن وإيميل، خليها لوجين اتركها. أي خلاص الآن بإمكانك أنك تكتب الإيميل تبعك. أها نتواصل العملية، فحتى تعرفوا ضبط الرابط ظهر الإعلام بتاعك. نعم كيفية الدخول عن طريق الإيميل دكتور. نعم انا عودت سكرت وعودت دخلت باللي اللي بعثتونا طويكة وفيت تطلع لي من فوق يقول لي فوزيت كونكتي كوميتان ويعطيني الميل متاعي كريمان. ما زال محتفظ بالمعلومات الاولى. هل عندك هاتف؟ اي اللي عنده الهاتف يستطيع يدخل بالهاتف رجاء، لان الكمبيوتر اخذ المعطيات وقام بحفظها. هذا بالنوم. نعم يعني نفس الشيء، طلب الايميل ولما كتبت الايميل عرض علي باسورد خاص يعني، او اني ندير كلمه مرور خاصه بي. لا هذيك خاصه بك انت. تمام مشكور. هذا ابو النور. نعم بالهاتف يطلب الايميل ويظهر انه University de Lyon يعني الحساب الوزاري. هذا النوع هذا اللي حاجتنا به احنا، انه لاني انا فعلت خصائص الايميل. لاحظوا الان لو تعملوا ريفريش الان شوف شنو يطلب منك. تخرج البريزنتيشن وثلاث حقول، حقل في عرض الفيديو. طيب الان انظروا ماذا سيحدث الان لو تعملوا ريفريش. أستاذ أبو النور. نعم طلب الإيميل ثم طلب الكود. أي هذا لكن عملي تحديث من جديد، عملي ريفريش. يقول هذا الإيفنت داز نوت ماشي الآن كونتيني أنونيم. كونتيني أنونيم انزلي عليها. كونتيني والله بهم شقفوه. شوز أن يوزر نايم. ولا شعر اليوزر نايم، لأن أنا غيرت في الإعدادات. كنا في البداية طلب علينا إيميل، لما أنا عملت له أنه لا بد من الدخول، من يريد الدخول أن يدخل بإيميل، ثم بعدها أن يدخل بأحد الوسائط التواصل الاجتماعي، والخاصية الثالثة أن يدخل بيوزر نيم. فهذا طبقناه احنا عملنا تطبيق عملي الآن للإعدادات. الآن سأعود للإعدادات. لحظة نفس الشيء أستاذ أبو النور، نفس الشيء طلب الكود. طلب الكود نعم كود الدورة كود الحصة يعني. كود الحصة تفضلي، هاتون نحول لك كود الحصة في الشات. ميساج تعود تبعث الليان دكتورة. ماشي هاتون أبعث لكم الليان. طيب
ورجاء بالله اكثر من واحد يقول لي دكتور انا لست دكتور، معناها شكرا للاطلاع، لكن انا استاذ فقط واكتفي. انت فعلا دكتور يعني؟ لا لا انا لست دكتورا، انا استاذ لكن اكتفي بالاسم، فليس فيه حرج ان شاء الله. تفضلوا، انا ارسلت الرابط من جديد. ظهرت هنا الشاشة لوغ ان، ودخلت في لوغ ان، اخترت بابليك انكليت ماي ايفنت. ما في هذا الملح. طيب طعمة الطعام سنواصل الان. ضغطت استاذ على لوغ ان. نعم جات الشاشة اخترت بابليك انكليت. لا لحظة بالله اللي نغلق للحقه. نغلق المايكات رجاء. زي ما قلت شايف اللي غير اللي منتهي الصلاحيه. استاذ ابو القاسم خلي هيك شوي على الاقل متكافئ. طيب انا اغلقت المايكات، من يريد التحدث يفتح المايك، لأن في شوية إزعاج من هناك من نسي المايك مفتوح. طيب أين وصلنا الآن؟ احنا جربنا الآن الدخول بالإيميل أو الدخول ب سنعود للخصائص. الآن سأفعل، لحظة، سأفعل سأفعل المجموعات. طيب سأفعل المجموعات من هنا مود إكيب، نعمل إكيب واحد واثنين ونضيف إكيب تروى وإكيب كاتر. أوكي جيد، أنا عملت أربع مجموعات الآن. الآن رجاء سندخل، سأحول لكم العرض. شيت. الآن سنشتغل على ملف آخر حتى نجرب الخصائص. إذا الآن قلنا سنقوم بتجربة الفرق، عملنا مجموعة، أوكي عملنا أربع مجموعات. الآن سأعرض، سأقوم بالعرض، ليست مشكلة فيه ال... طيب إذا هذه نشاط قمت به، استراحة انتهت. طيب أوكي الآن سأرسل لكم رابط في الشات، أرجو أن تدخلوا هذا الرابط. تفضلوا. يطلب الاسم. يطلب الاسم، نكتب الاسم. ظهر يعطينا الخيارات إلى أي فريق نريد أن ننضم. اكتب اسمك وبلدك.